وزارة التجارة والصناعة برأت مصنع هاينز مصر من تهمة المنتجات الفاسدة. وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن العينات التي تم سحبها من مصلحة الرقابة الصناعية التابعة للوزارة أكدت تطابق منتجات الشركة مع المواصفات القياسية المصرية، وأن نتائج زيارة المصلحة كانت شركة هاينز قد تعرضت لحملة على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن عرض فيديوهات تشير إلى اعتماد المصنع على طماطم فاسدة ومنتجات غير صالحة.